أحد العلماء كان يقول إحنا كنا في المدرسة، طالب كان في أيام ما كان طالب العلم، وكنا كل يوم نجي إلى الغرفة أو كل أسبوع مثلا نجد مال مرمي في غرفتنا. طالب فقير كان يرمي بهذا المال، رجل مجهول يرمي هذا المال، فنأخذ هذا المال ونمشي بأمور حياتنا. فكنا نتعجب من أين يأتينا هذا المال. يقول استمرينا على هذه الحالة 16 عاما، 16 عام المال باستمرار يوضع في غرفتنا ولا نعلم من أين يأتينا هذا المال. إلى أنه في يوم من الأيام على أثر مصادفة غير متوقعة اكتشفنا أنه هذا هو الشيخ النخدكي، 16 عام دا يضع المال في الغرفة ولا يقول أنني أعمل هذا العمل. هذا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عمله لله، ما الذي يهم أن يعلم الناس أو لا يعلم؟ هو تعلم من الإمام الصادق صلوات الله عليه حين كان يعطي لذلك الرجل مالا في الظلام ملثم، يأتي إلى ابن عمه كان من أقرباء كان يطيل مال، أو الإمام زين العابدين ما أتذكر، فكان يعطيه المال. فذاك الرجل كان يقول للإمام اللي أنت بارك الله فيه جزاك الله خيرا، وأما ابن عمي فلا غفر الله له، إنه لا يصلني بالمال. من هو هذا الرجل؟ هو نفس الإمام. يقول أنت خوش رجال تصلني بالمال، وأما الإمام يعني الإمام الصادق أو الإمام السجاد فلا غفر الله له، إنه لا يصلني بالمال. الإمام ما كان يتمكن يقول كلمة، يقول أنا هو، ولكن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعد أن توفي الإمام اكتشف هذا الرجل أنه هو هذا الذي كان يقول لا غفر الله لك.